السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. الزول كله وني جماعة الخير يا أحباب، كيف الأحوال؟ والله معلومات راهي تقول باللي النظام الجزائري المتمثل في القيادة العسكرية بالتنسيق مع القيادة السياسية هم بصدد إيجاد مخطط للقضاء على المعارضة اللي راهي موجودة اليوم في الخارج، ولكن هذه القيادة اللي عندها ربما ترتيب راه يترتب في بعض الأسماء تاع المعارضين الشرسين الأقوياء الذين يشكلون خطر على كرسي العصابة، كرسي السلطة. وهنا أقصد يعني باش ما نطولش عليكم، ما خليكمش تروحوا بعيد، هذا المعارض الشرس للنظام الجزائري منذ زمان، يعني منذ عقود مش من اليوم، هذا وهو فرحات مهني. فرحات مهني شكون ما يعرفوش، هو واحد من المناضلين السياسيين، واحد من الخصوم السياسيين، واحد من المتآمرين على استقرار كرسي المرادية. هذا الكرسي تاع المرادية اللي ما حبتش هاد السلطة تطلقو، هو مزيرينو بلي بولون، يعني وراءهم طوفان، يعني يورثون الحكم دائما بنفس الجماعة وبنفس القبلية. هذا الحكم الجزائري اللي أصبح اليوم يورث الحكم داخل طغمة، هي طغمة واحدة، ومن حين لآخر توقع في جدال، توقع في مناوشات داخلية، ولكن لما يشتد الخطر من الخارج عليهم ويحسوا باللي هذا الكرسي كما هذا اللي راني مجمع فيه هنا يبدا يهز، هنا يتحدوا فيما بيناتهم لما يشوفوا الخاطر جاي. اذا هذا فرحات مانيا ورقم واحد بالنسبه للعصابه من المعارضين الشرسين. اما المعارضين الاخرين، النظام معتاد يعني لخرجتهم، لأنهم لا يشكلون خطر على النظام، كما هذا فرحات مهني اللي هو مشى بعيد في الخصومة نتاعو السياسية ضد النظام الجزائري، وين راح يعني ياخذ هذا المشروع الخطير. ما نقولوش مشروع يهدد الوحدة الوطنية، لا، مشروع تاع فرحات مني هو مشروع، أنا بالنسبة لي هو مشروع عقلاني لا يشكل خاطر على وحدة التراب الجزائري، لأن المنطقة التي ينادي بها هي موجودة في التراب الجزائري. لا تقتل هذه القطعة وتحول إلى الجزيرة العربية، لم تؤخذ إلى الجزيرة العربية أو إلى فرنسا أو إلى إسبانيا أو إلى أمريكا، ولا هذا التراب هو باقي ضمن الوحدة الوطنية وضمن وحدة التراب الوطني. والفرق بين فرحات مهني، إذا ما حبينا يعني نديروا مقارنة، خرجت علي بالحاج وفرحات مهني الذي لم ينادي بضم أراضيه لبلد آخر أجنبي،
ولكم سؤال، هل فرحات اليوم معني نادى اليوم بإرجاع هذه الرقعة الجغرافية التي تتمثل في منطقة القبائل؟ هل طالب بانضمامها إلى فرنسا مثلا؟ هل طالب بانضمامها إلى إسبانيا؟ هل طالب بانضمامها إلى المخزن المغربي كما يقولون، كما تقول بعض الأطراف؟ ليس كمثل يعني بالحاج الذي نادى مؤخرا في فيديو مسجل بالصوت والصورة وقال باللي تعرف يعني كل المدن اللي موجودة في الحدود الشرقية بيننا وبين جارتنا تونس بأنها أراضي تونسية، وهو يحرض التونسيين على التحرك للمطالبة بهذه المدن التي سرقت من تونس وضمتها فرنسا إلى الجزائر، كما يطالب اليوم المخزن المغربي بأراضي جزائرية واللي سماها الصحراء الشرقية تندوف وبشار وحتى وهران وتلمسان وبنساف، يعني كل هذه المدن هي ملك للمغرب تابعة للتراب المغربي. إذن خطورة فرحة مهني بالنسبة لعلي بالحاج هي أقل سوء بالنسبة لخرجة علي بالحاج. إذن هذا فرحة مهني إذا ما أجزنا لأنفسنا ولكم لكي نضع هذا الإشكال، يعني أنا نسميها إشكالية، ce qu'on appelle en français la question principale. هل فرحة مهني هو ذاهب إلى أبعد الحدود في مطالبة باستقلال منطقة القبائل؟ أنا أقول نعم، أقول نعم، لأن العطور راهي موجودة، وأنا أشم رائحة تدويل قضية منطقة القبائل مستقبلا. ولهذا النظام الجزائري اليوم كما قلت وضع مخطط سري وخفي للقضاء على فرحة مهني قبل تجسيد هذا المشروع، وهذه معلومات ربما مسربة من داخل الأجهزة الجزائرية، وهم بصدد التخطيط لاغتيال فرحة مهني في فرنسا أو في أي مكان آخر يوجد فيه فرحة مهني. والعصابة إذا كان مشات في هذه الخطة، لأننا لو نريد الانتقاد ننتقد النظام الجزائري هو الذي دفع بهؤلاء المعارضين إلى الراديكالية اللي راهم فيها اليوم. لو النظام هذا فتح المجال السياسي والمبارزة السياسية وتقبلهم كخصوم سياسيين، إلى حد الآن لا أحد فيهم نادى بحمل السلاح ضد النظام كما عشنا تلك الفترة في التسعينات. على كل إلى حد اليوم هذا مسالم، فرحة مهني هو إنسان مسالم متمسك بفكرته، وفي منطقة القبائل هناك من يعارضه وهناك من يوافقه، هذه هي الديمقراطية. احنا نقولوا باللي الدستور يضمن السلطة ترجع للشعب، إذا كان القبائليين راضوا باستفتاء في منطقتهم وقبلوا باستقلال منطقتهم عن النظام المركزي في الجزائر، يعني هذا هو المفهوم، ماهوش في المفهوم تاع عزل المنطقة عن بقية الجزائريين عن باقي التراب الجزائري، لا، هذا الإجراء هو إجراء خطير قام به فرحة مهني لينبه النظام بأن النظام على خطأ ولم يساير دستور 89 ليفتح المجال السياسي للمبارزة السياسية حتى ما نروحوش لهذا الأخطار اللي راهي جايتنا، لأن النظام هو الذي أوصل فرحة مهني إلى هذه الوضعية. والله لا ألوم فرحة مهني، ألوم النظام الجزائري، وراكم يعني راكم تشوفوا كل هذه المساجين تاع الحراك الجزائري اللي راهم اليوم في السجن، ما هو ذنبهم؟
هل رفعوا السلاح ضد الدولة؟ هادو سجناء الرأي، عبر على رأيه ويصبح في رمشة عين يعني بين أسوار السجن، ذنبه أنه قال الحقيقة أو واجه هذا النظام بكلمات يعني مهذبة ومطالب مشروعة ليضمنها الدستور ويكفلها الدستور الجزائري. إذن أنا أرسل رسالة من باب الأخوة أن لا يتهور النظام في اتخاذ مثل هذا الإجراء، وإن صحت هذه المعلومة فعلا هو يريد اغتيال برهات مني، أقسم بالله العلي العظيم ستكون أكبر كارثة على النظام الجزائري، وستعجل برحيله وستدول القضية وستتدخل أمريكا ومن معها ليكون ملف القبائل في أروقة الأمم المتحدة، وراكم تعرفوا واش وقع في يوغوسلافيا خير دليل. غادي يدخلوا هاكم أقليات وغادي كدا وغادي كدا، ستضعون يعني سببا قانوني لكي تطبق عليكم هذه القوانين التي ستفرض عليكم تخضعون لها، يعني تخضعون لها بلجتكم لأنكم جبناء وضعفاء النفوس. أنتم تحت أوامر نسائكم وبناتكم وأولادكم ضعفاء أمامهم، ولكن أمام الرجال فأنتم جبناء. كيف لنظام مثل هذا يحضر لقمة عربية ليصلح بين العرب وأنت لديك ابن جلدك موجود في باريس ويطالبك بالحوار وأنت ترفض الحوار معه ولا تناديه لكي تعالج هذه المشكلة؟ والله لو ناديتموه إلى طاولة الحوار لتخلى عن هذا المشروع. أظن أن هذا السيد يعني خلوق وكريم ومتواضع، لا لم يسرق أموال الشعب، لم يمس الخزينة العمومية كما أنتم اليوم يعني ضمنتم مستقبل أبنائكم وأزواجكم والرتب والرواتب التي تحصلون عليها تعد يعني بآلاف الأوروات، يعني يكفي راتب نتاع ابن جنرال أو ابن وزير يضاهي ربما 20 مرة أجرة ذلك العامل في البلدية البسيطة. هذه هي الفوارق احنا اللي ما حبيناهاش. إذا لا ننوم فرحات مهني لأنه ببساطة هو يرسل لكم رسائل من فرنسا، من عقر مماكم فرنسا. لو جئتم رجال وسميتم هذا فرحات مهني بالإرهابي وطبقتم عليه هذا القانون تاع المادة 87 المكرر، يعني يا للأسف لما يجي رئيس دولة ورئيس جمهورية كما تبون هذا اللي هو رئيس غير شرعي وفي ندوة صحفية يطالب برأس فرحات مهني. إذا تبون هذا يعني أنا أرسل إنذار له بكلامك هذا، أنت مسؤول عن أي شيء يحدث لفرحات مهني في الخارج، مسؤول قانونيا لأنك أنت الذي طالبت برأسه. وأكرر لك هذا الكلام الذي قلته في هذه الندوة: Je veux la tête de fil de ce mouvement terroriste. أنا أريد رأس هذا التنظيم الإرهابي ألا وهو فرحات مهني. إذن أنت الذي ناديت بالصورة والصوت إلى اغتيال خصم سياسي معروف مناضل محبوب في منطقة القبائل وغيرها، أنت مسؤول عن ما يقع ضد هذا الشخص في الأيام المقبلة. وخير دليل مؤخرا
وصلته معلومات مؤكدة من النظام الجزائري، لهذا هو عزز الحماية الشخصية له بودي غارد. هو كان يتجول يعني بكل حرية، ولكن هذه الأيام هو يتجول بحراسة أمنية مشددة فوق الأراضي الفرنسية. اقطعوا العلاقات مع فرنسا، إذا جئتم رجال، إذا كنتم رجال اقطعوا علاقتكم مع فرنسا، لأنكم جبناء ببساطة. يعني عيب خصم سياسي يصبح إرهابي، والإرهابيين الحقيقيين موجودين في السلطة وعلى رأسهم شنقريحة وتبون، وكل الجنرالات الذين حولهم كانوا دمويين وكانوا قتالين وكانوا سفاحين إلى حد اليوم، وما حرائق تيزي وزو وبجايا إلا خير دليل. خير دليل هي جرائم ترقى إلى جرائم حرب، الإبادة الجماعية لهذه المنطقة. كما أبدتم 128 قبائل بدم بارد برصاص قوات الدارك الوطني، والرصاص كان يصوب على الرؤوس، يعني القتل العمدي واستعمال الرصاص الحي. وفي القانون، وفي القانون الجزائري الذي وضعتموه وشرعتموه، عندما يأتي شخص أو أشخاص يقومون بمسيرة وهم رافعين أيديهم غير مسلحين، وأنت تقابله بالرصاص، هذه هي الجريمة، هذا هو الإرهاب بعينه. إلى حد الآن لم تفتح مجريات التحقيق في قضية اغتيال هؤلاء، التي بقيت جرائم إرهابية قمتم بها ضد هذه المنطقة، فلا تلوموها إن تحركت ضدكم في أي مجال داخلي وخارجي. والله أعطيكم نصيحة في سبيل الله، لو وقع شيء لفرحة مهني سترون، ردود الأفعال لما متكونوش تستناو فيها. سيو برك، سيو، وسيكون لنا كلام آخر إن وقع شيء ضد هذا المناظر السياسي الحر، المناظر والمغني في نفس الوقت. هذا مغني يحاربكم بالجيتارة ويحاربكم بكتاباته ويحاربكم بتحركاته في الخارج، ما هو يكشف للرأي العام العالمي تصرفاتكم الجبانة ضد هذه المنطقة العزيزة علينا. لولاها لما جلست يتبون فوق هذا الكرسي، وشنقريحة لما أصبح جنرال بفضل هذه المنطقة وتضحيتها، والأرشيف الفرنسي شاهد على هذا الكلام. حتى ما نطولش عليكم، على كل حال لما وصلتني هذه المعلومة بلي النظام هو بصدد تحضير مخطط اغتيال فرحة مهني في الخارج، لهذا أنا بغيت ندير هذا الفيديو كتضامن مع هذا الأخ، ما دام هو لم يحمل السلاح ضد الدولة فهو خصم سياسي. تحاوروا معاه، جيبوه ويقبل الدعوة، والله يقبلها، حتى نجنب هذا الوطن ويلات ما سيأتي من كوارث، وستكونون السبب في تدمير البلد. وشفوا على هذا الكلام. وفي الأخير أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On est là pour chanter ce qui se passe, on est des messagers.
Chef Khaled, le chanteur. C'est Chef Khaled, celui qui vient de nos origines, de notre culture, et la même culture de nous, et qu'à chaque fois, il retourne cette culture. Nous, on est en France, bien sûr, on est algérien, on a ça dans notre cœur. Ça nous réconcilie parce qu'on n'a pas l'occasion d'aller souvent là-bas. Bon, maintenant, il y a des problèmes. Alors, c'est sûr que c'est une partie de nos souvenirs qui revient à chaque fois, les musiques, les souvenirs, la famille. Je pense qu'il leur faut quelque chose. Parce que quand on voit les jeunes maintenant, quand on voit les jeunes qui tuent, qu'ils ont 20 ans, la fleur d'âge, tu l'as dit tout à l'heure, la fleur d'âge, ils sont en train de tuer, ils sont manipulés. Je les ai vus dans des Airbus d'Air France, alors qu'ils s'envolaient à ma tête, à ma vie, et qu'ils avaient déjà abattu 30 personnes. C'était de visu comme ça, c'était des zombies. C'était des jeunes. Quelque chose pour eux, quoi.